لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. لهفي لقلب الناظرات حماتها، فوق الجناد كالنجوم طلعي، ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتقول يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي، اليوم شبوا نارهم في منزلي، اليوم شبوا نارهم في منزلي، وتناهبوا ما في حتى برقعي، اليوم ساقوني بقيد يا أخي، والضرب آلمني المتربي على العز والذلال، والضرب آلمني وأطفالي معي، أبا عبد الله نور عيني، حال القضاء بيني وبينك يا أخي، لو كنت في الأحياء ها لك موقعي، ويلي أنا أمي الحزن زينب ونيراني الحزن بحشا، تسري وبعد اخوي حسين ما اريد انا دنيا،
وانا اللي عفيت جسمي صوتك وياي ورحت مياسرة ويعدة خليته ورحيت عنه وفاق التراب عفتنا صوتك ويا جوابك هذا وولي على المظلوم على المظلوم وويله وانا اللي شفت نارين لكن نار اشد منا نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار وانا اللي شفت ضلعين واحدها الشمال مسمى واحد كاربلت خبرك خيل القوم رضن وولي على المظلوم على المظلوم وولي هاي زينبها أم المصائب منذ طفولتها وهي ترى مصيبة تلو مصيبة مصيبة أعظم من مصيبة بعد شفتين سيدتي قالت وان اللي فجعني البيت مهلي وصريت مفجوعة وانا الشفي وانا اللي شفيت كفين من العباس مقطوع وانا الشفيت خوي حسين كل ضلاع مكسور حسين وانا اللي وانا الشفيت خوي حسين كل ضلاع مكسور ولا وحيد بقى من اهلي بوسط القبر ينازلن يصيح وياي وويلي على المظلوم على المظلوم وويلي وانا اللي وقفت مرتين والمرتين آذني وحدة بمجلس ابن زياد متشميت نشاد عني وقفة ثانية بمجلس يزيد الزايدات هم ولا واحد بقى من أهلي بديك الساعة نجدن وولي على المظلوم على المظلوم على المظلوم ويلي بقيت محيرة والله بقيت محيرة وصفج بليدي
عاش يبرالي ولا حسين. يضربوني والله يضربوني من بشي. تستاهل زينب ترى الغريبة، ما أدري الليلة عندها زوار لولا. زينب تعتب تراها. الحسين روح نمشي حتى لو تتفجر نتفجر نروح، بس زينب تاركينها. يضربوني والله يضربوني من ابكي وتهمل العين. اي والله وتبقى عبرتي بصدري تكسر. لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال إمامنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا عمته زينب: أنت يا عم عالمة، أنت يا عم بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. عظم الله أجوركم أجور المؤمنين في مصابنا الجلل بوفاة سيدتنا مولاتنا وشفيعة ذنوبنا عقيلة الطالبين، بطلة التاريخ ورائدة الجهاد زينب ابنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليها. ونرفع أيدينا في هذه الليلة المباركة العظيمة، ونسأل الله بجاهها أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج ولي أمر زماننا. أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. نسأل الله بجاهها أن يكشف ما نزل بنا، وأن يأخذ لنا بحقنا ممن ظلمنا، وأن يعجل لنا النصر المؤزر بإذنه تعالى. منذ فجر الإسلام وإلى اليوم كانت المرأة أو لعبت المرأة دورا رياديا في مختلف المجالات وعلى كل الصعد، كان لها دور رائد. المرأة في الإسلام كانت تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل على المستوى السياسي والاجتماعي وغير ذلك، حتى على الصعيد العسكري المجالات العسكرية كانت المرأة تخرج مع الجيش الإسلامي تضمد الجرحى، تطبخ وغير ذلك. على المستوى السياسي كان لها دور، تشارك المرأة، والقرآن شاهد على ذاك أنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعت أمير المؤمنين في غدير خم. على المستوى الاجتماعي كانت المرأة تطالب بحقوقها المشروعة، والقرآن أيضا في قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قضية الظهار كان موجود والإسلام أقره،
إذا قال الرجل أنت علي، إذا امرأتي أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، لكن هذه المرأة خافت أن بيتها يحل به الخراب والدمار، فجاءت إلى رسول الله شاكية، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قد وضع حلا، وكفارة الظهار هي عينا كفارة الإفطار عمدا في شهر رمضان، وضع لها حلا لأنها طالبت، فوضع الله سبحانه وتعالى أو أوجد الله سبحانه وتعالى حلا لهذه المشكلة. لكن هناك بعض الأدوار، بعض المواقف، بعض الشخصيات الواقع تكون خالدة بخلود الزمن، وكلما تجدد الزمن تجددت هي، وكلما ارتقى وتحضر الزمن هي أيضا ترتقي معه، تتماشى مع تطور الزمن. لماذا؟ لأنها أمثولة، لأنها أنموذج، قدمت عملا ليس آنيا، وقفت موقفا ليس حصريا على ذلك الزمن، وإنما موقفها، عملها، عمل تلك الشخصية، موقف تلك الشخصية هو في الواقع امتداد وليس آنيا لذلك الزمن وذلك الوقت، بل في كل زمن ومكان يأخذ من مواقف هؤلاء، من هذه مواقف هذه الشخصيات، ومن عطاء تلك الشخصيات، فهي أمثولة وأنموذج يحتدى به في كل زمان ومكان. وعلى رأس تلك الشخصيات النسائية في الإسلام سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، التي هي الصديقة الكبرى، وتأتي بعدها في المرتبة الثانية مباشرة هي ابنتها زينب. هذا النموذج، هذا الأمثولة، هذه في الواقع القدوة والأسوة لكل زمان ومكان، للرجال والنساء على حد سواء، فزينب وما أدراك ما زينب صلوات الله وسلامه عليه. التفريق بينها وبين أمها، لقبت بالصديقة الصغرى، وين الصديقة، ولدت سلام الله عليها على اختلاف الروايات في تحديد سنتها، سنة ولادتها، ولكن المشهور السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، وهناك أقوال لعلماء السنة والشيعة أو كتاب أو باحثين أو للباحثين من الشيعة والسنة ومن المترجمين لحياتها. الذهبي يقول لما خرجت مع أخيها الحسين إلى كربلاء كان عمرها 53 سنة، وعلى هذه الرواية أنها ولدت السنة السابعة من الهجرة. أما صاحب إسعاف الراغبين يقول أنها ولدت قبل وفاة جدها ب4 سنين، الإصبهاني هذا صاحب كتاب إسعاف الراغبين. أما السيوطي في الرسالة الزينبية يقول أنها ولدت قبل وفاة جدها ب5 سنين. على كل حال يهمنا في هذه الليلة أن نشير إلى عظمة زينب في لحظة الولادة. لفت نظري في ولادة الحسن والحسين عليهما السلام أنهما يحملان إلى رسول الله، بينما في الرواية تقول أنه لما ولدت زينب سلام الله عليها رسول الله صلى الله عليه وآله بعظمته دخل بيت الزهراء وقال للزهراء ائتيني بابنتك، هذه المولودة الجديدة. أحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لنا عظمة الحسن والحسين وعظمة أبنائه وبناته كزينب، إما على المستوى العملي أو على المستوى النظري، أحاديث كثيرة في حق أولاده وذريته، وتارة على النحو
أو بشكل عملي. يعني إذا دخل الحسن والحسين إلى المسجد لا يقول لهما اصعدا إلي، وإنما ينزل هو. لاحظ كيف يريد يبين لك مكانة عظمة الحسن والحسين. ينزل على سيد الكائنات، ينزل ويأخذهما مع ويجلسهما على فخذين، تدليل بذلك ودليل واضح على عظمة الحسن والحسين. كذلك هنا في هذه الليلة المباركة نشير إلى أنه لما ولدت حضر هو بنفسه شخصيا وطلب من ابنته أن تحضر زينب. لما أحضرتها وضعها على صدره رسول الله صلى الله عليه وآله وقبلها وبكى. تتحول مياليدهم إلى مآتي، سبحان الله. بكى، قالت له فاطمة عليه السلام لا أبكى الله عينك، مما بكاؤك؟ قال بني إن هذه البنت تحل عليها مصائب، تبتلي ببلايا صائب ها ودواهي أشد، بنيتي وقرة عيني، إن من بكى على مصابها كان كمن بكى على أخويها. لما تحضر للماتة لا تقول هناك فرق بين بكائي على الحسين وبكائي على الحسن، ليش نريد نغسل أدمغتنا من هالثقافة المغلوطة، من هالرواسب الغير صحيحة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن البكاء عليها أو على مصابها أو من بكى عليها وعلى مصابها كان كمن بكى على أخويها. إحنا نعرف أو وارد عندنا وثابت عن النبي أن دمعة واحدة أيا كان حجمها قدرها إذا بكى الإنسان على الحسين دمعة واحدة لو كان مقدار جناح بعوضة كما ورد على الإمام رضا غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. إذن لما تبكي على الحسن عينا كما هو الآن في مثل هذه الرواية يؤكد النبي أن البكاء على زينب يساوي أو يعادل ثواب من بكى على الحسن والحسين. إذن بكاؤك على الحسن هو نفس البكاء على الحسين، هو نفس البكاء على زينب في مستوى الثواب. ليش ما نبكي؟ خلنا شوية نفتح وياكم. سهل الحمد لله مؤمنين، نتجنب الحرام، نتجنب كل شيء، بس ليش قست القلوب؟ قاسية قلوبنا، حتى أنا قلبي قاسي، مو بس أنت، كثير من أدنى ما يتأثر، حتى لو يقرأ لي الخطيب مصيبة الحسين كذا ويقعد يطالع. بس أنا ألفت نظركم بهالليل المباركة إلى شيء، كثرة الهدرة، كثرة الكلام المباح تقسي قلوب الناس وهم لا يشعرون. خلي الحرام إلى جانب، خلي الذنوب إلى جانب، أنا أريد ألفت نظرك بهالليلة إلى الكلام المباح. أخواني أخواتي أعزائي، الكلمة الواحدة من الحرام تقسي قلب الإنسان. واحد يجي يقول هذا شيخ علي الطيار مو خوش إنسان، هذا مغرور مثلا في غير حضرته، هذه الجملة تقسي قلبه، بس جملة واحدة. فما بالك إذا كنت أنا من الصبح لليل لساني عن فلان وفلانة وعلان وعلان، يعني كل قلبي شو صار بي قاسي. طيب وكثرة الكلام، فلان راح وفلان إجا، فلان طلقت فلان تزوجت، فلان ما أدري بنا وفلان، هذا ما يترتب على عقاب، بس كثرته تقسي قلب الإنسان. شو هدرتنا؟ شو يقول الحديث عن النبي عيسى عليه السلام؟ يقول لا تكثر الكلام
في غير ذكر الله فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله التفت قاسية قلوبهم وهم لا يشعرون. أين هنا المشكلة؟ ما يشعر الإنسان قاسي قلبه من كثرة الكلام، فما بالك إذا اجتمعت بعد عدة عوامل، كثرة كلام وذنوب وأكل حرام، فأي قلب هذا سيكون؟ هل سيتأثر بمصيبة أو بموعظة أو بحادثة أمامه؟ هل أيام الصور اللي يتناقلها هذا قاطع رأسه وهذا ضربينا أخبار كلها تقسي قلوبنا، قسي قلوبنا. البكاء على أهل البيت مو بكاء ضعف، لا لا، ليصور واحد أنه قاعد بماتم الحسين ويقول لي أنا قاعد بالماتم، أنا دكتور شلون أبكي، أنا مهندس شلون أبكي، أنا جامعي شلون أبكي، هذا ضعف. رسول الله بكى على الحسن والحسين، بكى على أهلي وعلى ذريتي قبل أن يقتل الحسين، بكى سيد الكائنات. أي عقل أرجح وأي علم وأي وأي فقهاء يبكون. التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين قال هل سميتها؟ قال لا. ينزل جبرائيل من السماء يأمره بأن يسميها زينب. زينب اسم جميل في لفظه وفي معناه، حري بنا أن نقتفي أثر أهل البيت في ذلك ولا ننساق وراء الموضة. احذروا، احذروا أن تنساقوا، أن تكونوا كغيركم. الزموا أسماء أهل البيت، ما أريد أذكر أسماء ولا أجرح، لكن أسماء أهل البيت ترى هذا مو بكيفك تسمي فلان وعلان من أولادك، لا لا لا، من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه وأن يضعه في الموضع المناسب. من حقوقه الاسم له أثر على النفس، بعض الأسماء تصلح لما يكون صغير بس لما يكبر ما يتناسب، لما تكبر ما يتناسب ويا هذا الاسم. بعض الأسماء تجرح مشاعر هذا الإنسان. ما سلككم في سقر؟ شو اللي جابكم هنا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين بعد وكنا نخوض. مو هاي قضية سان لازم يكون عنده راي، عنده موقف، يلتزم بأهل البيت. تعرف أن بعض الروايات تشير إلى أن البيت الذي به أسماء الأنبياء به أسماء أهل البيت يوكل الله بهم ملكا يستغفر لهم. بيت فيه علي وفاطمة لا يرى الفقر، مو الفقر المادي، لا احنا مجوعين غصب، الفقر المعنوي، خيرات وبركات أنتم لا تدركونها. على كل حال وكنيت سلام الله عليها. أسبعد أريد أشير إلى شيء في هذه الليلة إلى اسم زينب سلام الله، جميل في اللفظ. زينب معناه شنو؟ كما يقول بعضهم أنه اسم في الواقع مركب من زين وأب، وبعضهم يقول هي كلمة بسيطة ليست مركبة، يا زينب معناتها الشجرة أو الوردة. في لسان العرب يقول زينب هي الشجر الحسن المنظر الطيب الرائحة، أطلق العرب على المرأة بزينب، وأطلق العرب هذا الاسم على المرأة، كون المرأة كما يقول عنها أمير المؤمنين المرأة ريحانة ليست بكهرمان، وش تشم منها الرائحة الطيبة. طيب وقيل أنه في كتاب لاروس أن الزينب في الواقع نبات عشبي معمر من فصيلة النرجسيات، له أوراق بيضاء طيب العرف. اسم جميل في اللطف أو المعنى.
ولكن من جهة أخرى زينب سلام الله عليها يرى بعض الفقهاء والعلماء أن اسم زينب سلام الله عليها هذا الاسم المقدس له نورانية وله خصوصية، ولذلك كانوا يتوسلون باسم زينب سلام الله عليها. الميرزا القمي هذا الفقيه الكبير صاحب الكرامات مدفون بقم، هذا الفقيه هذا المرجع كان يرى أن لاسم زينب المقدس نورانية وخصوصية، ولذلك لما تحل به مصائب أو نوائب أو كانت له حاجة كان يتوسل باسم زينب سلام الله عليها. ولهذا الاعتقاد قصة أثيرها في هذه الليلة وأذكرها، وهو أن الشيخ حجة الإسلام الشيخ علي فيض الإسلام هذا الرجل بالواقع الله سبحانه وتعالى مد في عمره حتى بلغ 80 أو أكثر، وليس المشكل في طول العمر أو قصره، قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. بعد واحد يطلع من الدنيا عمر 12 سنة 20 سنة تشوف هذا يخلد نفسه على مدى التاريخ، واحد يوصل 120 130 ما له قيمة، كيف عاش لا تقول كم عاش، المهم كيف عاش. هذا في الواقع وفق توفيقات كثيرة وألف كتب كثيرة وترجم كتب كثيرة، من ضمن الكتب اللي ترجمها زينب سيدتنا الصغرى سيدتنا الكبرى أو زينب سيدتنا الكبرى زينب عليه السلام أو سيدتنا المعصومة زينب عليه السلام. يذكر في البداية في بداية هذا الكتاب سبب تأليف لهذا الكتاب، يقول أصبت بمرض عضال عجز الأطباء عن علاجه. بس إحنا لما نعجز من الأسباب المادية، لما تخلص الأسباب المادية عندنا أبواب نطرقها ما نيأس، عندنا أبواب رحمة خدامهم يقضون حوائجنا مو بعدهم. راح يقول لجأت إلى النجف وقفت عند شباك أمير المؤمنين عند الحسين عند العباس رزقنا الله وياكم الجميع الوصول، ما وجد جواب. وأحيانا هم يحيلونك على بعضهم، تتوسل بأمير المؤمنين سنة سنتين ما يجيب جواب، يريد يحيلك على أحد ها يريد يبين مقامه، ولو في مجال بينت لك. يعني سمعت قضية من إذاعة الجمهورية الإسلامية كيف أن أحد المؤمنات حولها الإمام الرضا إلى أختي بقم رأساً طرفة عين، هي تتوسل عنده ونقلها إلى قم، وكانت مريضة بالسرطان وشوفيت على يد المعصومة. هذا يقول أنا ما كنت أتوسل بالمعصومين ما جاء جواب. يوم الأيام كنت قاعد بالنجف ومع مدعوين على مأدبة وجبة غداء، فذكرت مرضي لأحد العلماء، التفت يقول هذا لما ذكرت سبب مرضي ومعاناتي وما حصل، قال لي أين أنت من زينب سلام الله عليه، خليك متوجه. يقول هذا العالم يخاطب هذا المريض من العلماء، يقول لك كان أبي إذا حلت به مصيبة أو نائبة أو كانت له حاجة يتوسل بزينب 3 مرات، يذكر اسم زينب 3 مرات تقضى حاجته. معلانياتكم يقول أنا لما خلصت من هاي المأدبة عزومة على اصطلاحنا رحت للبيت وتوسلت باسمها، توسلت قلت يا سيدتي يا زينب يا زينب كذا، وقلت أشكو لها وأنا أبكي، ثم نذرت نذرا قلت لله علي، لا تقول لله علي نذر، هو نذر الصيغة صحيحة لازم تكون هكذا، لله علي لأن وفقت إلى كذا لأفعلن كذا، هو ندر. قال لله علي لإن شفيت من مرضي لو ألفن كتابا فيها، سما مضت إلا أيام إلا وقد شافاه الله تبارك وتعالى. زينب سلام ولدك كان اسم مجرب والله، يعني اسمها مجرب لقضاء الحوائج. أسأل الله سبحانه وتعالى بجاه زينب سلام أن يقضي حوائجكم،
أن يطيب خواطركم إن شاء الله. نشأت زينب عليه السلام نشأة قدسية في بيت الوحي والتنزيل، خمسة من أصحاب مدرسوها كبار سادة الدنيا هم أساتذة زينب، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها فاطمة، والحسن والحسين. بعد أي أساتذك هؤلاء؟ نشأت وترعرعت بين هؤلاء في بيت الوحي والتنزيل. أمها سلام الله عليها غدتها بالعفة، غدتها بالكرم، بالكرامة، حفظتها القرآن الكريم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذه النشأة في الواقع لها دور. البيت أول بيئة يتربى فيها الإنسان، ولها دور عظيم في صناعة هذا الإنسان. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ستعويد على العادات الطيبة، على الآداب الإسلامية، على الأخلاق. تخلي هذا الإنسان يعني كقاعدة ليست عامة، يعني قد تجد لك إنسان بعيد عن الله، أو يتربى الإنسان في بيئة، سامحني على هاللفظ، يعني بيئة منحطة، بيئة ليس بها قيم، لكن هذا الإنسان تشوفه يخرج مؤمن وعلى النقيض. يعني في بيت يتربى الإنسان في بيت طاهر عفيف، لكنه يشد في القاعدة، يشد من القاعدة. شوف هذا الإنسان منحرف، وعندنا أبناء أنبياء وأبناء أئمة انحرفوا، لأن هناك عوامل كثيرة، لكن مقتضى القاعدة أنه البيت الطاهر، البيت النظيف، ينشئ أولاد ومواطنين طيبين، هذا مقتضى القاعدة. وقد يشد من يشد، فالمفروض احنا تكون بيوتنا بيوت طاهرة. هذه البيوت الطاهرة إن شاء الله احنا بيوتنا طاهرة، وبها الإيمان وبها القرآن. بس ينبغي أن ألفت نظركم إلى شيء، ترى احنا ليش بس أسأل سؤال، ليش الغيبة عندنا ما ترتقي إلى الحرمة؟ لو جاء واحد من عندنا وقالوا أن فلان أو فلان واحد من المجتمع قالوا يشرب خمر، أو فعلا هو يشرب خمر، رأسا يسقط من أعيننا. ذاك البعيد لو قالوا يزني، ما لي اعتبار يكون هذا رأسا، هذا الإنسان شنو يسقط، ما لي اعتبار. بس يجيك واحد ويجلس بالمأتم أو بالمجلس أو واحدة من المؤمنات وتتناول لك شخصية مؤمنة، ولا تبقي ولا تذر، خلي على الطاولة وشرحها، ما يسقط اعتبار عندنا. المفروض يسقط، المفروض اللي يغتاب الناس ما تكون له قيمة، ما يكون له اعتبار. لأن لو كان هذا إنسان تقي وورع وخاف الله ما يغتاب. ليش ما ترتقي الغيبة عندنا إلى مستوى الحرمة، وهي أشد من الزنا كما في الروايات؟ الغيبة أشد، وكل يوم يجينا خطيب وكثر نسمع محاضرات ومواعظ، ما نتأثر، لأن التنشئة مخلوطة. أنا ما أزني ليش؟ لأن تربيت على أن الزنا حرام ومجتمعي حاسبني، ما أزني ولا ألوط ولا كذا، وحتى لو واحد فعل يستر على نفسه. ليش المرأة بمجتمعنا مثلا ما تترك الحجاب؟ لو حاولت تترك الحجاب مجتمعها أول ما يسقط اعتبارها، خل الخوف من الله، ما يكون لها قيمة. في المجتمعات المحافظة، المجتمعات الإيمانية، المرأة ما يمكن تترك حجابها، ما تترك عبايتها، ما يمكن تطلع برا الشارع بحجاب وكذا. هذا ليش؟ إذا كان المجتمع مجتمع محافظ يرى أن ذاك عيبا، إذا يرى ذاك تجاوزا للخط، للحدود الشرعية. أما إذا المجتمع شاف لك هاي تاركة عبايتها وهاي تاركة حجابها
وما يتكلم، ما تكون عنده ردة فعل. وهذا بدأت اليوم ها عندنا، بدأ اليوم بعض بناتنا يروحون المدارس بدون عباءة. ترى أعداننا ما يستعجلون، أعداننا مثل التمساح، جابوا لك البالطو هذا بدل العباية. البالطو أول ما جابوه أول ما دخلوه شيء عملي طيب، يعني هو الإسلام ما يشترط لباس معين. فاني سامحني شوي يمكن أطلع على الموضوع، يعني الإسلام لا يشترط لباسا معينا. لما يأتون إلى لباس المرأة يقولون يجب أن لا يشف ولا يصف، يعني ما يكون رقيق يكشف اللي تحته يحكي اللي تحته، ولا يصف يعني ما يكون ضاغط يعني كأنه ما لابس ثياب. طيب، وإلا إذا كانت لبست أي لباس، إذا كان ساتر لبدنها وما يفصل بدنها، هو أدخلوا بدل العباية جابوا لك البالطو هذا، يعني على عباية الكتف كما يقولون. طيب، بس عندهم خطة مستقبلية، هم يقول لك يدخلون التحسينات والتجميلات على البالطو، وصار بدل ما يكون فضفاض ما يفصل جسم المرأة، الآن صار يفصل جسم المرأة، بارز صار جسم المرأة، هذا مخالف للشرع. لازم تكون عندنا ثقافة، لا يصف ولا يشف، إذا شف وصف فهو مخالف للشرع، إذا ما لم يصف ولا يشف. حتى يكون عندنا ثقافة حتى ما نتعدى على أحد، لبست بالطو لبست عباءة كتف مو مشكلة، بس هالشرطين المفروض يتوفرون في لباس المرأة. طيب، إذا أدخلوا عليه التحسينات والتعديلات وجاءت الموضات وصار يضغط وصار يرقق وأدخلوا عليك اليوم، يجي يوم بيجي يوم. هذا الكلام كنت أقوله قبل 15 سنة أكثر أقل، منذ بداية مجيء هذا قلت أقول هذا، سيأتي اليوم الذي تقتنع فيه المرأة التي تربت في المأتم واللي ما يقدرون يخترقونها، ما يقدرون يقول لها ارفع عباية عشان تربي على العباية، سيأتي اليوم الذي تقتنع فيه المرأة أنه ليس هناك داع لأن ألبس العباية، ليش؟ أنه عينا كدش داش ما يفرق. وراح الآن بدأت تلاحظ بعض بناتنا يتركون العباية، لا البالطو ولا غيره. وبعد ذلك تأتي المراحل الأخرى، فلنحذر. فالمرأة التي تنشأ في بيئة محافظة في مجتمع محافظ ما يمكن تترك حجابها، ليش؟ لأنها إحنا نخضع إلى أمور قوانين شرعية وقوانين وضعية، فعيب. إذا نشئنا على أن هذا الشيء حرام نكبر على أنه حرام. الغيبة ما ترتقي عندنا للحرمة لأن أغلبنا كبارنا وصغارنا يغتاب، ولذلك ما يسقط اعتبار هذا الإنسان عندنا. التربية لها دور، تنشئ لها دور، التربية الصحيحة. على كل حال، زينب تربت في هذا البيت. يقول العلامة المامقاني: زينب وما أدراك ما زينب، هي عقيلة الطالبيين. العقيلة معانيها كثيرة، هي الكريمة، هي المخدرة، هي العزيزة عند أهلها. شقد مقام زينب عند أهل البيت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما تدخل عليه الزهراء ماذا كان يفعل؟ كان يقف إجلالا، يقف إجلالا للزهراء. هذا موقف عملي يوضح لنا من خلال عظمة الزهراء، يقبلها ثم يجلسها مكانه. ليش هاي؟ لم يجلسها مكان ثاني إلا مكانه، حتى يبين لك مقام الزهراء عليه السلام. امتداد، هي بضعة مني، مو لأنها قطعة مني، هي قطعة منه. أولادنا أكبادنا، لكن هي امتداد لي فكرا وعلما وأخلاقا وأدبا وإلى آخره. عينا كان الحسن والحسين يفعلان مع زينب. إذا دخلت زينب على الحسن أو على الحسين يقومان إجلالا، يقبلها الإمام المعصوم الحج عليها ويجلسها مكانه.
شلون زينب لها مكان عظمة. يوم من الأيام يدخل الحسين على زينب، كانت نائمة وكانت الشمس على وجه زينب. زين تدرون ماذا فعل الحسين؟ وقف يضلل على زينب. ما وتعت زينب اللي الحسين واقف على رأسه يضللها. وردت ليل جميل وين؟ بكربلة بذاك اليوم. لكن شتان بين الموقفين. ثم قال العلامة المامقاني: ولا غرو إذا قلت، ولا ضير إذا قلت أنها الصديقة الصغرى، ولو قلت بعصمتها لما جاز لأحد أن يعترض وهو يعرف مقامها أو هو مطلع على الطف قبله وبعده. تدري ليش يقول أنا لو قلت أن زينب معصومة ما حد يعترض؟ ليش يعترض؟ روح راجع حياتها قبل الطف وبعده. ولو لم يكن ذلك لما حملها الحسين أعباء الإمامة في مرض الإمام زين العابدين. لما كان الإمام مريض والخطر محدق، الذي أدى دور الإمامة هي زينب سلام الله عليه. شوف مقامها. ولما حملها الإمام زين العابدين أن تجيب على المسائل، وشيئا منها من إرث الإمامة. مقام عظيم لزينب سلام الله عليه. ويكفي للتدليل على عظمتها ألقابها، فهي العقيلة وهي الموثوقة. روت روايات عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبيها وعن أمها. موثوقة. روى ابن عباس الكثير من الأحاديث عن زينب ويفتخر، يقول حدثتنا عقيلتنا. ابن عباس موثوقة وهي الكاملة. كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا فاطمة وآسية وخديجة ومريم. هذه النساء الأربع الكمل على سبيل المثال، على سبيل الحصر. ولكن هناك في الإسلام نساء بلغن الكمال. شنو الكمال؟ يعني أناس يجاهدون أنفسهم حتى يرتقون. كمال على المستوى الإيماني وعلى مستوى العلم، بلغوا العلم كمال، كمال مطلق. مستوى الأخلاق والأدب كاملة هي زينب سلام الله عليها، علما وأدبا وتقوى وورعا. وهي الفاضلة على المستوى العلمي، فضيلة علمية أخلاقية أدبية. وهي العالمة. الحديث المتقدم نختم في الحديث المتقدم للإمام يشهد المعصوم أنها أن علم زينب علم لدني وآتيناه من لدنا. أنت يا عم بحمد الله عالمة غير معلمة. هي متى قالها؟ لما خطبت في أهل الكوفة. تعرف لما أشارت زينب بيدها ضجة وصيحة وناس تبكي. تعرف أهل الكوفة مليون عدد سكانها كلهم جايين يتفرجون على زينب، بس أشارت بيدها هكذا وإذا قد خيم السكوت على الجميع. بعد ما قاعد أحد يتكلم، شنو هيمنة وسيطرة لزينب سلام الله عليها. وخطبت في النهاية يقول لها: عم اسكت، أنت بحمد الله عالم غير معلم. قعدت تتكلمين بلسان علي بن أبي طالب تفرغين. نعم، هذا الحديث يدلل على عظمة العلم وعلى عظمة حامله. إياك أن تستهزئ بالعلماء العاملين المجاهدين، تسخر من عالم يحمل علم. تردلج في الواقع جو مرت في المرتبة الثالثة بعد الله والملائكة. كل إنسان يحمل علما له قيمة وله احترام وله مكانة. إن الملائكة لتضع أجنحتها مو للعالم، لطالب العلم. الإنسان الذي يطلب العلم لله
يطلبهم مو لأن يقولون فلان عالم، فلان تكلم، فلان ما شاء الله عليه، لا لا يريد بذاك العلم إلا وجه الله، ويكون عاملا بعلمه. إياك أن تستهزئ بإنسان عادي، فما بالك بإنسان عالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شنو؟ درجات، مو درجة. العالم المؤمن خير من المؤمن الغير عالم، مو بدرجة، بدرجات. والذي يرفعه الله يستحيل على أحد كان من كان أن يضعه، حتى لو اجتمع البشر، كل البشر على أن يضعوه، يقللوا من قدره، لا يستطيعون. هذا علي عليه السلام. تعرف كم منبر يشتم أمير المؤمنين؟ 80,000 منبر يشتم عليها أمير المؤمنين. يقنت في صلاة العيد بلعن أمير المؤمنين. وأين أعداؤه؟ أين أصبح أمير المؤمنين؟ هذه الدنيا، كل الدنيا تصرخ اليوم يا علي. وما زهد فيه علي تطأه زواره بأقدامها الذهب والفضة اللي سال لعاب معاوية عليه. الدنيا كلها اليوم علي، ومعاوية وين؟ في مزبلة التاريخ. شوف وين قبره، خليك وياهم. على كل حال، فزينب سلام الله عليها علمها لدني، وكلام الإمام دليل على عظمة العلم ومكانة العلماء، وأن علمها لدني، بحيث أن وجود زينب من خلال إخلاصها لله وطهارة ذاتها ونفسها ونواياها، أصبح وجودها يفيض علما. ليس العلم كثرة التعلم والتعليم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. زينب للتدليل على سعة علمها، هذا ابن عباس اللي يسمونه حبر الأمة، حبر الأمة لغزارة علمه. يقعد يوم يتكلم في الحروف المتقطعة، يوم بالشعر، يقرأ لك القصيدة من ألفها إلى يائها ومن يائها إلى ألفها، بالعكس يقرأها وما يتلجلج. يقولون لي أين علمك من علم ابن عمك يا أمير المؤمنين؟ قال ما علمي وعلم جميع الصحابة إلا نقطة إلى جانب علم علي، إلى جانب بحر أو إلى جانب سبعة أبحر، ما عندي شيء أنا. هذا العالم، هذا الكبير، هذا الغزير العلم، إذا استعصت عليه المسائل يسأل زينب سلام الله عليها ويحدث عنها، هو اللي روى عنها سلام الله عليها، روى عنها خطبة أمها فاطمة، تلك الخطبة التاريخية حفظتها زينب من ألفها إلى يائها، وهو قد رواها عنها، عمرها 4 سنوات، حافظة للقرآن، حافظة لكثير من الأحاديث. على كل حال، عبقرية زينب على مستوى عال، هي آية في ذكائها وعبقريتها. لكن هذه المرأة لم يعرف لها قدر، هذه المرأة التي عاشت معززة ومكرمة، في نهاية المطاف نجد أن الدنيا دارت عليها الدوائر هذه المرأة، ومتى هي خلصت من المصائب والنوائب؟ لكن مع ذلك كانت محاطة بأبطال، بشجعان محدقين بها، يراعونها، يبارونها. ولكن في نهاية المطاف وفي كربلاء حلت على قلبها مصائب، يا لها من مصائب عصرت قلب زينب. وش شاعر يقول؟ أنا زينب اللي يحجون عني، لسان حال زينب، وفي الواقع يحكي الواقع. هذا الشاعر على لسانه، سليت المصائب ما سلمني، مصيبة ورا مصيبة، لكن بكربلة عصرت قلبها المصائب. تقول لي هي جلمت قلبها حديد؟ لا، لكن ما كانت تريد أن الأعداء يشمتون بها. أخي لا تشقي علي جيب، لا تخمشي علي وجه. ليش؟ حتى ميت انت قدوة النساء، انت بعد تقومين بدور عظيم بعدي. على كل حال، وبعد كربلة ترجع زينب سلام الله عليه الى المدينة، لكن طول هالفترة ما سكتت زينب في الواقع، يعني ما فارق خيالها الحسين، وما جرى على الحسين، وين فارق خيالها؟
مشت عنا مبضع مقطوع الراس قطحنت الخيل ضلوعة ومات الحسين. ذبح الحسين وهو يقول وحق جدي. وين واحد يقدر؟ زينب تنسى الحسين، تريد تشرب ماي تذكر الحسين، تأكل تذكر الحسين، الشمس ها عندما ترى الشمس تذكر الحسين، لأن الشمس كانت ها الحسين بقي على بوغاء كربلاء تصهره الشمس. بالمدينة هي اللي نصبت الماتم وهي اللي عقدت الماتم. وترى بني أمية مو فقط قتلوا الحسين، كبسوا دار الحسين، منعوا الناس من أن يذكروا الحسين أو يذكروا مصيبته. صار تحدي. اليوم احنا قاعدين نتحدى الدنيا وناخذ نتأسب أهل البيت. أم البنين كانت تروح البقيع تبكي على الحسين، ولآخر لحظاتها زينب بالشام كانت تبكي على الحسين. بمثل هالليلة، بمثل هالليلة زينب على فراش المرض، على فراش الموت، بلحظاتها الأخيرة وبلد الغربة. هي بالشام، لو بمصر، لو بالدنيا كلها، زينب يا ريت لها قبر بكل مكان. بس هي قبرها وين صاير؟ بقلوبنا يا مؤمنين. بهالليلة لما حزت زينب برحيلها وعلى فراش الموت، تقول لمن حولها شيلوا هالفراش عني، خلوني على الأرض. ليش زينب؟ قلت مو أخويا الحسين ضل على الأرض. الحسين كان ها وجمع له أخي الحسين وساد من الرمل الحار. أريد أن ترفعوا هذه الفرش عني، مو بس ترفعونها وودوني هناك بالشمس حتى تصهر للشمس. قوم اطرحوني بالشمس، ما اريد ان اظلال، والفرش شيلوها وخلوني بالرمال. انا لازم اواسي حالة الانداس بنعال. من هو اللي حولها؟ اهلها لو منو؟ جواري، جواري مع زينب، أهلها بالمدينة. مثل ما مات الحسين غريب، ماتت زينب غريبة. بس الليلة مو غريبة عدنا احنا. ويلي ولا تعدلوني على القبلة يا جواري، ولا تغسلوني على العادة بماي جاري، ولا تكفنوني في كفن جيبوا بواري، ولا تحملوني للقبر من فوق شيا. الله أكبر، هاي وصايا احنا ما سمعنا بها. شلون ما نغسلش وما نوجهش للقبلة؟ قالوا يا زينب ما جرتها العادة بميت، والله ما يرضى بهالفعل يا أهل البيت. قالت مثل خيي يا نسوة ما تعديت، هي حالة ابن أمي وحالة ذيك الأبطاء. أريد أموت مثل ما مات أخوي الحسين على البوغاء، وما حصل كفن، حصل بواري. ما غسلوه بواري يعني شنو؟ يعني باري، حصير كفن الحسين باري ابن رسول الله. عظم الله أجوركم، نقلوها إلى الشمس وخلوها على الأرض زينب. بينما النساء حافة بزينب وهي تفصل لهم ما جرى على الحسين، وإذا بالضجة والصيحة وحسيناه. بينما هي كذلك وإذا قد غشي على زينب. صاحوا يا علي عبد الله من جعفر، ادرك زينب، ربما فارقت روحها الدنيا، أقبل إليها، جلس عند رأسها، وضع رأسها في حجره، رش عليها ما فاقد. عظم الله أجوركم، عند لحظات الموت أوصت بوصايا، ثم عرق جبينها وسكن أنينها.
أخذت تدير عينها في من حولها ودعتهم زينب، ولا زالت كذلك لسانها لهج بذكر الله، قرأت سورة ياسين حتى ختمتها، ثم أغمضت عينيها. الصوت يوصل إلى ضريح زينبها الغريبة. أغمضت عينيها ثم أطبقت فاها وفاضت روحها المقدسة. أيوا حسينا ومصيبتا ومحمدا، رحم الله من نادى وغريبتا. غريبة غريبة زينب. الزهرة ما أدري حاضرة وياكم الليلة وما هي حاضرة. حاضرة إذا مو حاضرة عندنا عند النساء حاضرة زينب جالسة بمصيبة زينب. ها أمر النساء أن يغسلوها، غسلوا زينب، كفنوها وضعوها على سريرها. أراد الناس أن يحملوا نعش زينب، ذاك اليوم يتشمتون عليها واليوم جايين يحملون نعشها. قال صبروا شوية، هذه ترى مو دليل، هاي زينب، تعرفون زينب منو؟ يعني هاي بنت أمير المؤمنين، أخت العباس، أخت الحسين، هذا هاي لها عشيرة هناك. ويلي وقف على ذيش الجنازة وشق جيبه. ويلي لا تحملوها قبل ما تحضر، لا بلجت يجي محمد، بلجت يجي محمد، بلجت يجي حسين وقمر هاشم، لجلها خوف تشيلوها ويجي محمد شبلها، وجيها الطابة ويجي محمد أخوها. ويلي وقف على ذيك الجنازة وشق جبه، صدل النجب يبكي وهو عالي نحيبه. وينك يا ابو زينب قضى الزينب غريبة، اما تجي له تبعث اخوتها يجوها. وصدل النجف وكربلة والزايد بجاه، حشم نادى عزوته وما شاف حجه. ذيك الخلق متجمعة وتتناحب وياه، وتقول عنك وين حاميها وابوها. هذه اخت العباس ابوها امير المؤمنين، وينهم عنك؟ حقك علينا يا بن جعفر وخفف بجاك، ولا تقول عندك هالجنازة وما حد ويا. هسه نشيعها ونحملها على هواك، بس ما سمع قلهم على الهون احملوها. وارتفعت جنازة زينب بالتكبير والتهليل، ورفرفت الأعلام حول نعش زينب. أريدك تنوح وياي. ويلي وشالوا نعش زينب ورفت حالها على ناس تشيعها. ما اسمع صوتك. ناس تشيعها وناس تلطم لها، وزينب عليها مرتين اربحت الشاة، يوم انسبوها ويوم اخر شيعوها. مشردون نفوعا عقر دوري، كأنهم جنوا ما ليس يغتفر. إلهي بجاه زينب، إلهي بجاهها، نسألك وندعوك ونقسم عليك يا رب العالمين
فرج عنا وعن جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب. إلهي بجاهها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته. إلهي بجاهها رد غرباءنا، فك أسران المظلومين، ردهم لنا ولذويهم سالمين غانمين منتصرين مرفوع الرأس. إلهي بجاه آمنا على مرضانا ومرضى المؤمنين وجرحانا ومصابينا بالصحة والعافية يا كريم. اللهم أعدنا على أمثال هذه الأيام بحال أحسن من هذا الحال. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها، واكشف عن أهل ذاك البلد ما حل بهم يا كريم. سهل علينا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته يا كريم. جماعة الحاضرين والسامعين والسامعات فردا فردا، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن تحوط وعنايتهم، متعلقين المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع الشريف، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك. باسمكم نهدي ثواب هذا المجلس المبارك إلى الحاج عبد الله والحاج عبد الكريم وأم محمد، إلى أرواح أموات المؤسسين، إلى أرواح موتاكم موتانا من مات على الإيمان، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، نودي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.